الحال، بداية أكيد أهلا وسهلا فيك ببرايفت ماجازين. ودكتور، إذا ما نعمل جولة أفق اليوم، كيف توصف حالة المحامية بخصوص بعض الاعتكاف القضائي؟ يعني بداية من عايدك ست مريم، عايد اللبنانية جميعا، ومجدك خصوصا شكرا دكتور. بهالأعياد المجيدة، ونأمل إن شاء الله أن تكون سنة جاية سنة خير على كل اللبنانيين يعني، لعل وعسى. وعلى المحامين بشكل خاص. طبعا موضوع الاعتكاف، يعني يمكن سئلنا سابقا وقلنا إنه أتمنى على السادة القضاة إنه ياخذوا بعين الاعتبار مش بس وضعيتهم، رسالتهم بالدرجة الأولى، وفي عندهم موجب أساسي وهو إحقاق الحق وتطبيق العدالة. هذا موجب عليهم. بفهم وضعيتهم، متفهم الظروف الصعبة اللي مش بس هم عم يمرقوا فيها، يعني كل الشعب اللبناني عم يمرق فيها، ومن ضمنهم المحامي. بس بنفس الوقت كان بيسوى انه ياخذوا بعين الاعتبار مش بس وضعيتهم، كمان وضعية الاخرين، يعني المتقاضين المتضررين بدهم ياخذوا بعين الاعتبار وضعية كمان المحامين. يعني طبعا المحامين شغلهم بيوقف بنتيجة تعطل مسار العدالة، وهذا شيء خطير خطير على كافة السلطة. عشان هيك نفهم انه لازم يتحسن وضعهم، لازم يتعدلوا معاشاتهم، كما هو الحال لكافة الموظفين الدولة، كافة موظفين القطاع العام. بس بنفس الوقت يعني خيار الإضراب برأيي منه خيار سليم، وفي خطوات تانية كان ممكن ينقام فيها، ورسالتهم وصلت وكل العالم عارفة هالشيء. بقى صار الوقت فعلا انه نبلش نحط ميزان العداله لنقيس موقفهم، يعني من ايجابياته لسلبياته. نعم. برايي انا اليوم يعني الميزان ما عم يميل لناحيه الايجابيه، صار بيسوى انه يرجعوا للشغل، يرجعوا لعاديتهم، يرجعوا لقوسهم، يرجعوا لكتابهم من قانون، يرجعوا ليطبقوا العداله نعم. ويحقوا الحق، وبيكفي استنكاف وبيكفي ظلمت ناس كتير دكتور اعتراض. بهالاعتكاف، مش هيك؟ طبعا طبعا في، يعني ما بدي اوصل لاستخدم مصطلح الظلم، بس بدي اقول انه في كثير ضرر عم يصيب الناس نعم بنتيجة هذا الموقف. نعم ما صار بالعالم كله، ما صار بالعالم كله انه موقف مماثل. تخيلي بلد بلا قضاء، شو يعني؟ يعني شريعة الغرب. وبدي أقول أكثر من هيك، إنه بيوم من الأيام ذكروا بقول تشرشل، إنه لما قصفت بريطانيا بقوة من قبل النازيين. طيب شو كان السؤال الأول لتشرشل؟ شو وضع القضاء؟ قالوا له ماشي، قال لهم إذا نحن بخير. طيب نعم. حتى لو بفهم إنه وضع القضاء، وضع القاضي منه سليم، بس بالنهاية طب ما القاضي هو موظف، حد منه كاتب موظف قدامه عم يحرسه على باب المحكمة عسكري، هو موظف نعم. اللي عم يتواصل هو وياه وعم يتخابر هو وياه، ضابطة عدلية بأغلبية الموظفين. صحيح. طيب يعني برأيهم إنه يعني بس بده يكون الواحد عم يفكر بنفسه مش عم يطلع على الآخرين. هذا واقع عام، يعني ما أنا بيجي مثلا بحط شروطات قاسية وبسكر بابي ووقف مرفق العدالة كله، بوقفه كرمال يا إما بتحسن وضعي كما أنا أرغب أو لا عدالة. نعم صحيح. هيدا موقف يعني ما كنا نأمل إنه يصدر عن القضاء اللبناني، عن القضاة اللبنانيين. نأمل إن شاء شكل الله. مثل صدمة فريما. طبعا يعني طبعا انا يمكن نائب المحامين الاستاذ ناظر كسبار عبر برساله يمكن قد تكون شوي قاسيه، بس لانه كمان نائب المحامين كل يوم بيجي بيوقف 30 40 محامي على باب مكتبه عم يطالبوه بتغير الوضع، يعني ما لنا شغله عاديه.
منها شغلة عادية. صحيح هني مش بس سكروا باب سور العدل، وإنما سكروا باب محامين كتار، مكاتب محامين كتار. نعم في كتار من المحامين هاجروا بسبب هذه المواقف. يعني بالنهاية المتقاضين يمكن ما بيتفهموا أمرار إنه معقولة في قضاء معطل. هذا الباب عم يفتح مجال كتير مثل ما قلت لشريعة النار. يعني صار إنه كل واحد هو بده يحقق الحق، وكل واحد يعني بده يحصل حقه بإيده. طيب يعني عم يجرب ناس إلى أفعال تتسم للأسف الأفعال الجرمية. توجه المس قضاء الأعلى برسالة إلى القضاء، إلى القضاة، بنتفاجأ إنه يعني برسالة بتجيهم من جموع القضاة إنه لا، بعدنا نحن مش راضيين، وبالتالي نحن يعني مستمرين على قعدتنا. يعني للأسف الشديد هذا واقع غير سليم، وبالتالي أكيد لازم يتعدل وضعهم ولازم يتحسن وضعهم. ونفهم القاضي لازم يكون ما بيقولوا مشبع نوعا ما، حتى ما يغرق قدام يحكم بالعدل. الأرقام نعم اللي ممكن تنعرض قدامه بملفات، ويقدر فعلا يحكم بالعدل وفقا للقانون، وما ينغر بأي رقم هو موجود قدامه. ولا قدام الإغراءات. بس كمان صحيح، كمان انه بده الواحد ياخذ بعين الاعتبار انه في واقع دولة منهارة، مفلسة شبه مفلسة، ماليتنا شبه معدومة. يعني في وضع كتير 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 صعب. كمان ان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. بس هو الأهم، صحيح، بس هو الأهم، يعني بأي بلد القضاء هيك بيعمل كان فرط البلد. بأي بلد بيتعرض لنص اللي تعرض للبنان، أكيد ما كان بيستمر وما كان بيقدر يضل نوعا ما عم يمشي، ولو أنه بخطى جدا بطيئة كان انهار من زمان. نحن بلد، أو بالأحرى هي الأرض وطبيعة هيدي الأرض يلي مخلفة عن جد ناس وطنيين نعم لبنانيين، يعني اللي هي مخلية شوي وضع لبنان يعني على القليلة بعد في مجال، بعد في فسحة للعيش فيه. عم بيصير بالبنوك، بدي هيك شوي اذا بدك نعمل جولة نحن وياك على موضوع الكابيتال كنترول والاشياء اللي غير قانونية عم بتصير. أنا بقول شغلة، إيه طبعا طبعا الحكومات هي تحمل المسؤولية الأولى بموضوع الكابيتال كنترول، نعم وكان بيسوى هذا الموضوع من أول نهار. يعني ب 17 تشرين، كان نهار خميس صارت هذه الأحداث، كان بيسوى إنه يكون في مشروع كابيتال كنترول محضر ب 18 تشرين، نعم يعني دغري على السريع. أو يمكن يكون بالأسبوع الأول. للأسف الضياع اللي حصل بوقتها خلت الفكرة اللي كانوا عم يفكروا فيها دغري منطلقين من مفهوم الكابيتال كنترول لمفهوم الهير كات. يعني دغري بلشوا يبحثوا أو يجهزوا مشروع قانون إذا بدنا للكابيتال كنترول أشبه بهير كات، وهذا اللي كان عامل إشكالية كتير كبيرة. نعم بالنهاية الناس المغتربين اللبنانية، الكتار من العرب والأجانب، يعني أودعوا مصرياتهم هون بلبنان على أساس إنه نحن عندنا قطاع مصرفي صلب نعم ومتين. لما كان ينقال إنه لبنان سويسرا الشرق، مش بس بجماله سويسرا الشرق، لأنه في قطاع مصرفي هو اللي مخلي لبنان متميز، لؤلؤة مصرفية بالعالم. بس انهار انهار للأسف دكتور. الشديد فجأة هيدي اللؤلؤة الماسي إذا بدنا نقول، بينت إنه إزاز. يعني ما كانت عملية سهلة. هلأ العملية لازم نعمل شيء إنه ما نخلي حتى هذا الإزاز اللي بعدها موجودة تنكسر. يعني بس دكتور اليوم اللي صار بعدنا شيء كتير مريع تجاه الشعب ووطن وناس راح كل جنى عمره، انتو كرجال قانون اليوم كيف بتنظروا للوضع وكيف امكانية بعد يتخلص شيء لهالعالم من مصرياتهم او يعني هيدي هيك ليك حقهم؟ لقلك ستنا موضوع الودائع. يعني معنى في كل لبناني، نعم وما مقبول ابدا 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 انه للحظه يتفكر انه والله هذه الودائع ضاعت او ما اصبحت بحكم النسيان. ابدا ابدا موضوع الودائع يعني بده يضل ينشغل لترجع الحقوق لاصحابها.
كل شخص عنده وديعة بالنهاية بدها ترجع له. بس ليه راح موضوع قيمتهم ليه ضلتها موضوع كمان هلا من ورا شو ما الكريز اللي كان شو ما صارت. كان شو ما كان مفروض ترجع الودائع لأصحابها. الناس نعم. اللي حطت مكر الهزيمة، اللي حاطت دولار واللي حاطت 100 مليون دولار، أوكي، بالنهاية اللي حاطت دولار هذا رأس ماله. عندك أمل دكتور إنهم يرجعوا؟ أنا إيه أنا إن شاء الله متأمل بشكل كتير كبير إنه بالنهاية بيوم من الأيام هالمال بده يرجع لأصحابه، هالوديعة بدها ترجع لأصحابه. نعم بعرف إنه مش بفترة وجيزة، مش بفترة أكيد. قريبة، بس بعرف إنه القصة صراحة ستنا لقلي. اليوم إذا نحن عم نحكي مثلا، قالوا حكوا بخطة التعافي المالي وكل هيدي، لما عم يجوا يناقشوا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عم نسمع ونقرا بهالصحف وبالمتابعة نعم انه عم يحكوا انه والله في جاب 79 مليار دولار. طب انا بدي افترض وصل هال 79 مليار ونحطه هيك فجأة بين ايدين الناس، شو بيصير؟ هل يا ترى الناس بدها تاخذ وتيجي تملي مثل ما بيقولوا خزاينها المنزلية او فراشها او خزاينها تمليهم دولارات؟ هذا هو المطلوب. أكيد. الكل اكيد، انا اليوم انا اذا كان عندي مثلا 1000 دولار بالمبدا مطمن انه انا حاطه بقلب البنك مش حاطه ببيتي، لانه اذا ببيتي لا سمح الله صار شيء، انسرق، انحرق، كذا، خلص صرت كانه راحوا علي. وانما اذا بالبنك المفروض انه يكونوا موجودين. بأمان. العامل كله، كل العامل اللي بيخلينا انه نحس انه مصرياتنا رجعت لنا هي كلمه واحده اسمها الثقه. نعم. يوم ما بترجع ثقتنا بالقطاع المصرفي، يعني معناتها ودائعنا اصبحت بخير وودائعنا اصبحت موجوده. انا اليوم مثلا اذا عندي وديعه ب 1000 دولار، هل يا ترى اليوم انا بدي اياها لل 1000 دولار؟ هل فعلا انا بدي استعملها اليوم؟ ما يمكن هذا يشيلها انا لفتره معينه لبعد، عم بسحب منها شوي شوي، عم برجع حط. يعني منه القصه انه انا يوميا بدي اشتغل ب 50 و60 مليار دولار. لبنان كله بيتحرك بالعاده بمليار ونص دولار، مليارين دولار بالسنة عادة، هيك كان وضع اقتصادي. نعم هيدي العملة اللي بتدور إذا بدك.